يقولوا لي معناها كلي نشبع شوي لطفي جرمانك نغني مزود يجي يتعدى معناها يقول لك بالله هذاك ما نعرف شنو يغني في الشوارع ما يعرفوش يعني العبد هذاك مثلا كي ربي سبحانه عبد يبدا عطيه موهبه يعني يحب يوصل بيك زعما كان وصل هو شوف هذاك معناها في البلاتو زعما وكان هو يعني في الشارع يحقروه في مونتاليتي اللي ما فماش هكا ما فماش تشجيع يعني. عيات فيها الخطوات تمنيت كي العصفورة تطير تحلم بغرام كبير وهي صغيرة في التصويرة وكان يا مكان في ليل كله غيب صياد الغزلان يا ريم يا صياد يا ظالم ما تنساش صيد الريم محال يمشي بلاش يوم يا زمان مهما كان الحق يبان يا بنادم يلي طارب كان كفاهم يوم خدمة كوزينير ونغني زادة شانتور واي باهي حاجه بها ساعة تبارك الله عليك قولي ساعة الغناء هذا موهبه خليها معناتها نتاع جو ولا قاعد تخدم بها؟ والله هي معناها نتاع اللي كنت نخدم بها يعني وصار بروبليم يعني كلي ما فماش عبد يعني في تونس هكا اللي يوصلك ما فماش شركات انتاج ما فماش حاجه معناها كلي تخليك يعني ما جربتش تحل شين يوتيوب على تيك توك؟ عندي 137 الف على تيك توك يعني غني على تيك توك كل شيء غني على تيك توك غني على تيك توك وقعدت تلقى في امبريسيون باهيه مع عند العباد ولا لا؟ تبارك الله معناها كيف وصلت لهم 137 الف واصل تبارك الله عليك ما فماش حاجه اللي تشجعك يعني تعرضتش هكا الانتقادات والا تنمر؟ فما بالطبيعه هذيك كيما شنو يقولوا لك؟ صعيب عليك ما عندك وين باش توصل ما عندك هذيك معناها في التونسي اليوم يحطم معناها معناتها احلام خلينا نقولوا الشباب احلام العبد اللي يحب معناتها ينجح والله فيهم وعليهم الحق نتاع ربي انا الاكثر هي معناها عباد الكل دزه معايا كما نقولوا معناها تبارك الله واصل هكا فما كنسبه قليله نتاع العباد اللي فما منهم في العالم الكل يعني كان يطيحوا العبد ما يخليهوش يوصل تاثر بهم ساعه ولا ليه ما تاثرش؟ تاثرش حتى تعرف لا علاش خاطر الكومنتات الباهيه اكثر من الخايبه والا خاطر انت تي تون فو؟ خاطر انا معناها نغني معناها نوصل في حاجه بالطبيعه فما عباد باش تعرف فما عبد مثلا يسمع راب ما يعني ما يعجبوش المزود ما يعجبوش راب باش ينتقد باش يقول لك صعيب عليك معناها انا مانيش باش نسمع كلام وانا معناها واصل الحاجه معناها نحب انا غني لنا حاجه خلينا نشوف ترح جينا نعيدكم بالعيد بنسالكم ليش ما في عنا لا يا دول زيني يا عالم أرضي محروم أرضي حري مسروق زمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا عالم أرضي محروم أرضي حري مسروق لا 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 تي لا 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 لي لا 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 تي لا 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 لي لي لا 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 لي لا 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 حاجة على فكرة تبارك الله عليك محليك ومحلى صوتك على فكرة قل لي ساعة كيفاش تعلمت تغني هل هي موهبة معناتها من الصغرى ولا حاجة بالوقت هكا بديت تخدم عليها أنا من الصغرى يعني ملي تولدت يعني كان تاع 3 4 سنين غنيت في المكتب ملي أنا صغير في سنة يعني نقولوا 5 سنين في سنة أولى سنة ثانية حاجة كيكة غنيت وقتها في مسابقة في المكتب من وقتها اكتشفت لي أنا نعرف نغني بشوي بشوي غنيت في النوبة تايلنت نتاع المواهب كارتاج بلوس غنيت في انتي ستار في حنابال غنيت يعني في برشا غنيت باجيت برشا باجيت يعني هبطوا لي غنياتي
شو اغرب حاجه هكا سمعتها وانت تغني ولا موقف صار لك هكا؟ والله موقف صار لي وانا نغني معناها كلي العبيد يعني كما نقولوا كيرا مثلا اكزامبل يعني عبد يرى عبد يعني يغني في مثلا في تلفزه في الشارع يجي يتعدى معني يقول لك بالله هذاك ما نعرف شنو يغني في الشوارع ما يعرفوش يعني العبد هذاك مثلا كي ربي سبحانه عبد يبدا عطيه موهبه يعني يحب يوصل بيك زعما كان وصل هو شوف هذاك معني في البلاتو زعما وكان هو يعني في الشارع يحقروه في مونتاليتي اللي ما فماش هكا ما فماش تشجيع يعني العباد الكل تاح في بعضها العباد الكل في بالها العباد اللي تغني مثلا تعدي في الشارع يغني هذاك ما نعرفش شنو وما يعرفش اللي هذاك خير معني تحفظ الكاظم الساهر ولا والله كاظم الساهر لا صوتك يعطي شويه على ادهم النابلسي ادهم كيك اي يقولوا لك ولا شويه يعني يسبهلوا شويه عندك هكا شويه بحه بحه صحيح والله يقبل يقولوا لي معناها كلي نشبه شويه لطفي جرمانك نغني مزود برشا اما هكا ان شاء الله من حسن الى احسن ان شاء الله معناها كل واحد يلقى حظه في البلاد الموهوب اللي مش موهوب اللي كل واحد قصد ان شاء الله ربي يسلمك